طارق ضيع مكانك يا فرح، ما ينفعش نتكلم مع حد فيه غير لما التحقيق يخلص. بص يا طارق، انا عارفه ان انت زعلان. زعلان؟ ده انا على طول اشيلك من بص. مش انت كنت عايز ان احنا نتجوز على طول؟ ازاي يعني؟ يعني دلوقتي الخطه كانت ان انا اتجوز شادي. ما تجيبيش سيره شادي. حاضر، اتجوز ابو البيبي، بعدين استنى 9 شهور اولد، بعدين اتجوز انا وانت. دلوقتي لا، احنا ممكن نستنى 3 شهور بس يا طارق وبعدين نتجوز، يعني نبقى وفرنا 6 شهور واتجوزنا انا وانت. ارجعي مكانك يا فرح، ارجعي مكانك بدل ما اقسم بالله حبسك. امشي. حاضر. شفتيه امتى ده؟ من يومين. وما قلتليش ليه؟ ما انا ما كنتش هعرف حد خالص. قوم حضرتك تجيبيه يبات في البيت من ورايا. ما انا كنت هقولك يا جوجو. جوجو في عينك. هتقولي لبنتك ايه؟ هتقولي لها ان ابوكي اللي عمرك ما شفتيه طلع سياده القبطان؟ بس احنا كنا مستنيين المسلسل يخلص عشان نفاجئك. انا هتصرف يا جوجو. تتصرفي؟ يا ريتك بتعرفي تتصرفي. اهو ضحك عليكي يا حلوه تاني، جه وبات معاكي ومشي ومش هتشوفي وشه تاني. على فكره ده اتغير خالص. الواد ده ما يدخلش البيت هنا تاني الا اذا كتب عليكي واعترف ببنته وشال شيلته، والا مش عايزه اشوفه في اي حته ابدا ولا حتى في التلفزيون. طيب حاضر حاضر، فاهمه. انا مش عارفه انا عملت ايه في دنيتي، بس يا رب ليه بس يا رب تديني البنت الهبله دي. على فكره انا مش هبل. اخرسي. حبيبي انت ما نمتش من امبارح، لازم تريح شويه. انا هتجنن. كلنا مش مستوعبين، بس ما تحملش على نفسك اكتر من كده. يعني بابا عايزني اطلع بيان انفي فيه اي صله زين بالاوتيل، انت متخيله؟ بيني وبينك البيزنس ما فيهوش هزار، واحنا مش عارفين ايه اللي حصل لغايه دلوقتي. طب ولو حد من اهله شاف البيان ده اقول له ايه؟ انا كمان لحد دلوقتي مش لاقي اخوه عشان اقول له اللي حصل ده. انت مش فاكره اخو زين ده كان اسمه ايه؟ هو زين كان ليه اخ اصلا؟ كان ليه اخ كده بس ما بيتكلموش بقالهم سنين، مش فاكر اسمه. انا ما عنديش اي معلومات عن الموضوع ده. انت عارف انا وزين ما كناش بنتكلم كتير يعني. لا يا شيخ زين، ما تصعبهاش عليا وعليك، خلاص الموضوع انتهى. هو انتهى الموضوع؟ ايه ده اللي انتهى؟ العقد. العقد اللي كنت هلبسه في المشوار اللي احنا رايحين النهارده مش لاقياه. انا كده لما ببقى مخضوضه دماغي بتقعد تودي وتجيب في حاجات تافهه. النهارده مشوار فرح، محضرات المأذون والشهود وكل حاجه. احنا هنعمل كده فعلا النهارده يا نديم؟ احنا لسه فوقنا من اللي حصل امبارح. احنا مقدرة المصيبة اللي احنا فيها، بس احنا اتفقنا مع فرح خلاص، ومهما كان اللي حصل ده مش هيمنعنا ان احنا نرتب البيبي اللي جاي. احنا ما صدقنا ان فرح وافقت. معلش يا شادي، احنا كلنا مضطربين ومش مستوعبين. ده حقيقي، نديم ما كانتش مستوعبة انها هتدخل تاني موقع الكلمه.